أهلا ومرحبا بكم أصدقائي من جديد على قناتكم اليوم، وسوف نكمل يعني ما بدأنا في مراجعته في الفيديو يعني السابق. كما ترون اسم المشروع هو كيس كوين، بدأنا في مراجعته في فيديو سابق وقلت لكم أني سوف أعمل الجزء الثاني لأكمل مراجعة هذا الفيديو. كما ترون أصدقائي، فالموقع يعطيك يعني معلومات الخاصة بالمشروع، منها معلومات يعني قد تساعدك على أخذ فكرة على المصطلحات التي يستعملونها. فمثلا البلوكتشين تكنولوجي المستعملة في هذا المشروع هي التي تحدد لك لماذا سوف يجب عليك استثمار في كيس كوين أو استعمال عملة الكيس كوين. فيقولون هنا أن النظام المستخدم لكيس كوين يعني يشغل أنظمة و يعني ايدنتيتيز خاصة بالوقف والزكاة الخاصين بتقنية جديدة للبلوكشين. وأيضا anonymous for all، يعني for all users، يعني جميع اليوزرز المستعملين لهذا هذا المنصة، هذا الموقع، هذا المشروع بإمكانهم الحفاظ على سرية شخصيتهم أو خصوصيتهم بدون مشاكل. أيضا هناك Reliable Global System and Financial Security. We present an efficient global system that covers all aspects while providing the best data security. يعني يقولون أنهم لديهم أحسن تكنولوجيا يعني الأمن في بخصوص الداتا الخاصة باليوزرز، وهذا شيء جيد. فكما تلاحظون أصدقائي، في الأواخر أصبحنا نرى الكثير من التجاوزات بخصوص الخصوصية الخاصة باليوزرز في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص أو في الإنترنت بشكل عام. هنا يقولون invest in the perfect Islamic coin، يعني استثمر في العملة الإسلامية المثالية. decentralized finance، يعني البلوك تشين قد جاء لكي يعني يزيل عن البنوك وعن الوسيط بينك وبين الشاري والبائع أو البائع والشاري عن طريق تقنية البلوك تشين. نستطيع الحصول على يعني فاينانس أو مالية لا مركزية. وهنا بعض الكلمات التي يستعملونها أو الجمل التي يستعملونها لشرح كيفية عمل مشروعهم. بطبيعة الحال لن تستطيع قراءة كل كلمة أو كل جملة توجد هنا، لذلك سوف نمر مباشرة إلى الرود ماب أصدقائي. هاي الرود ماب، كما نلاحظ فبدأوا في الربع الثالث من 2020 في expansion of the research and development team، يعني في بناء أو توسيع الفريق الخاص ب يعني البرمجة. هناك في الربع الرابع ال development phase وال testing phase، يعني بدأ المشروع يبنى ويقومون بالفحوصات الأولية. الربع الأول من 2021 الـ Private Sales والـ Public Sales كما رأينا في الفيديو السابق. وهناك الربع الثاني من 2021 والذي نحن بصدده، يريدون أن يعملوا يعني Native Blockchain Development Node و Sales Initialize Network Launch of CaseChain.com، يعني هذا الموقع الذي نستعمله الآن سوف يكون له نظير اسمه casechain.com. وأيضا في الربع الثالث من 2021 الـ launch of case scan IO wallets release validator nodes and sales، يعني سوف يقومون ببناء نظام لمحفظات خاصة بهم، وهذا أظن أنه شيء جيد بالنسبة لهذا المشروع. هنا التوكن سيل ديتيلز، يعني المعلومات الخاصة بالسيلز. كما ترون فهناك
ما يقارب مليار عملة توكنز اوفرد، يعني الماكس سبلاي المطروحة في السوق. البلوكتشين المعتمدة هي الاثيريوم ERC20، البروتوكول معروف. توكنز ديستريبيوتد immediately as payment is made، يعني التوكنز تأخذهم بشكل مباشر عندما يعني تشتريهم. البرايفت سيل 1 رأينا التاريخ الخاص به، البرايفت سيل 2 سوف يكون ابتداء من ابريل 1 الى ماي 15، والبابليك سيل 1 سوف يكون بقيمة 1.33 او 35 دولار، والبابليك سيل 2 سوف يكون ب1.80 دولار. اظن هذا سوف يكون في 2022. وهنا بعض المقالات التي ذكر فيها هذا المشروع، كما تلاحظون لهم مقالات في الياهو فاينانس والياهو نيوز، وهذا يعني أخبار يعني جيدة. هنا أيضا الـ most frequent asked questions، يعني الأسئلة المطروحة بكثرة تجدون هنا إجابات عنها. وبطبيعة الحال يمكن join us on telegram، يعني بإمكانكم التحدث معهم في تليجرام. أظن أن هذا كان كل شيء بخصوص هذا المشروع أصدقائي. فإذا أردتم يعني ترك تعليقات أو ملاحظات، لا تنسوا تركها في صندوق التعليقات، سوف أترك لكم الروابط في صندوق الوصف. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.